السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كاملين اللباس. اليوم غادي نحضروا جوج الأنواع ديال البريوش بعجين واحد، تيجي رائع وسهل في التحضير بمكونات جد بسيطة. تابعوا معايا طريقة التحضير، يلا نبدأ على بركة الله. هنحتاج بيض بيضة واحدة، هنحتاجو الدقيق، هنحتاجو كأس مع مرش ديال الماء دافئ، هنحتاجو كأس ديال الزيت مع مرش، هنحتاجو كأس ديال الحليب دافئ حتى هو مع مرش بزاف، وصفر بيضة غادي نحتفظو بيه حتى الأخير وندهنو بيه البريوش ديالنا. هنحتاجو الخميرة ديال الخبز وثلاثة المعالق كبار ديال السكر. في إناء غادي نضيفو الماء الدافئ، غادي نضيفو عليه الزيت ونضيفو عليه كاس الحليب حتى هو دافئ، وغادي نضيفو بياض بيضة والخميرة ديال الخبز والسكر، وغادي نخلطو جميع العناصر اللي عندنا حتى تذوب لينا الخميرة. من بعد ما نحسو بالخميره ديالنا دابت لينا، غادي نضيفو دقيق، نضيفو غير بالكميه حتى نحسو بالخليط ديالنا تجمع. ملي نضيفو الخليط ديالنا كامل، غادي نزيدو عليه شويه ديال الملح ونكملو في العجين ديالنا. غادي نديرو القليل ديال الدقيق فوق مكان العمل ديالنا ونجمعو العجين، نجمعوها بحال هكا وندلكوها في نفس الوقت. هاد العجين ما تتحتاجش ندلكوها بزاف، غير نحاولو نجمعو الدقيق. ملي يتجمع لينا الدقيق صافي بحال هكا، تتولي بحال هكا ونحتفظو بها. تجي على هذا الشكل رطبة، نحتفظوا بها في مكان دافئ، نغطيوها وغادي نخليوها ترتاح مدة ساعة من بعد نطلقها. من بعد ما خمرت لينا العجين تتكون على هذا الشكل هذا، غادي نحيدوها من هذاك الإناء اللي خمرت فيه وغادي نحطوها في مكان العمل، وغادي نقسموها على جوج. نحاولوا نشكلوها على هذا الشكل هذا. غنحتاجو مول ديال الحلوى، غادي نديرو فيه ورق ديال الطبخ، هو فين غادي نشكلو البريوش ديالنا، وغادي ناخدو طاوة اللي تدخل الفرن وغادي نحطو فيها النصف الاخر. دابا غادي نشكلو البريوش ديالنا، غادي ناخدو المول غادي نفتحوه وغادي نقرصو بشويه بشويه، انا حيتاش مسرعه الكاميرا تيبان تنقرص بالزربه، تنقرصو غير بشويه بشويه. من بعد تناخدو سكين وتنقطعوه على هذا الشكل هذا، يكون متساوي، اشكال متساويه. من الاحسن الى كان عندنا مقص يكون اسهل وأحسن أننا نقطعوه بالمقص، أنا ما تيتوفرش عندي المقص. نكملوا على هذه الطريقة حتى نقطعوهم كاملين. من بعد غادي نفتحوهم هكا على هذا الشكل هذا، نفتحوهم على بعض
الا بغيتوها تجي على شكل كبير بحال هكا غادي تخليوها كما هي، ولا بغيتو الحجم ديالها يكون صغير غادي تقطعوها على هذا الشكل، غادي تزيدو تقطعوها كيف درت انايا. صافي دابا غادي نرجع المول وغادي نسد عليها ونحطها على جنب ونكمل مع البريوش الاخر مع الشكل الاخر، حتى هو غادي نقرصو على هذا الشكل هذا غير بشويه بشويه. من بعد ما سالينا وقرصناها غادي ناخدو سكين وغادي نقطعوها على هذا الشكل حتى هي احجام متساويه. صافي دابا غادي نفرقوها ونحطوها في الاناء باش تكون واجدة عندنا باش منين تخمر ندخلوها الفرن، نوزعوهم على هذا الشكل هذا. هذه غادي نعمروها غادي نديرو فيها الحشوة ديال الجبن، غادي ناخدوها نقطعوها من الوسط على هذا الشكل هذا كيف تيبان لكم. الى عندكم مقص غادي يكون احسن ويكون سهل، غادي نحلوها بحال هكا من الوسط باش غادي نعمروها بالجبن، والانواع ديال الجبن اللي بغيتو اللي عندكم متوفر، تناخدو هكا الجبن وتنديروه الوسط منها على هذا الشكل، ونستمروا مع جميع البريوش ديالنا كامل حتى نساليو. صافي من بعد ما سالينا غادي نغطيوهم ونخليوهم يخمروا لينا من بعد نطلقوا. صافي من بعد ما خمروا لينا حتى يجيو على هذا الشكل هذا، دابا غندهنوهم بصفر بيضة، هذاك الصفر بيضة اللي كنا احتفظنا به غادي نخلطوه مع القليل ديال الحليب وغادي نضربوه صافي وندهنوا به البريوش ديالنا. في هذا الاثناء غادي نكونوا مشعلين الفران ديالنا يسخن على درجه حراره 160 حتى 170 درجه، غادي نشعلوا عليه من التحت منين يطيب لينا البريوش ديالنا، غادي نشعلوا عليه من الفوق باش يتحمر لينا. من بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا. تيجي على هذا الشكل، نحيدو من المول، نحاول نحيدو، خليته واحد شويه حتى دفى، تيجي على هذا الشكل من التحت تيجي محمر تيجي رطب. تيجي على هذا الشكل تيجي رطب بزاف. ناخذ واحد القطعه باش نوريه لكم كيفاش تيجي من الداخل، تيجي على هذا الشكل هذا رطب بزاف وهش، تيجي هكا خفيف وما نحتاجوش ندلكوه، ما نحتاجو لا ماكينه لا والو، غير نخليوه غير يرتاح، هذا هو السر باش انه ينجح لكم، انكم تخليوه يرتاح ويخمر مزيان وغادي يصدق معاكم. ناخذ قطعه اخرى تيجي بحال هكا،
وهذا الشكل الثاني ديال البريوش ديالنا تيجي تا هو رائع. هذا فردي تيجي على هذا الشكل، زينوا به المائدة الرمضانية ديالكم تيجيو زوينين. هذا بالجبن تيجي على هذا الشكل، تا هو رطب وخفيف. اتمنى يعجبكم، الى عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناة. الى كنتوا اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وشكرا. الى الفيديو المقبل ان شاء الله.